كده من حيثك كده تفرقة في البداية ما بين الوصية والهبة، وبعد كده هنتكلم عن الوصية بأنواعها المختلفة ونرجع تاني للوصية، بس تفرقة سريعة كده علشان الناس تبقى عارفة احنا بنتكلم عن ايه بالظبط. بالنسبة للفرق بين الوصية والهبة، الوصية بتبقى تصرف ما بعد الموت والوفاة، لكن الهبة بتبقى تصرف حال حياة الطرفين. طيب يعني الهبة وشخص عايش على وجه على قيد الحياة. قيد الحياة، الوصية تتنفذ بعد الوفاة. وفاة، أيهما بيثير مشاكل أكتر عشان نبتدي بيه؟ والله وعادة الوصية بتثير مشاكل أكتر علشان بيبقى فيها حرمان جزء من الميراث لمستحقين الإرث، فده بيبقى فيها جزء طعون. من الميراث اللي كان مفروض يبقى ميراث اه يعني. طبعا اللي هم المفروض كانوا ياخدوه اللي هو التلت.